يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس قد اعتاد الذهاب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فيصلي على القبور التي قد دفنت في الظهر، فما حكم ذلك؟ هذا تكلف، يكفي الدعاء لأموات المسلمين ولا حاجة، صلي عليها وانتهى الأمر. هذا تكلف أنه كل يوم بيروح للمقبرة علشان يصلي على القبور الجديدة، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ولا خبرنا أحد من السلف يفعل هذا إلا الأفراد. مثلا جاء قادما من سفر وهناك قريب له مات ودفن ولم يحضره، يروح يصلي عليه ما يخاف. أو أحد من المسلمين الذين يعرفهم ولم يحضر جنازتهم ولم قدم من سفر والقبر جديد ما أبطأ، لا بأس، يروح يصلي عليه. نعم.